السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنهضروا على واحد الفيديوهات اللي مشاو بطريقه خرافيه في الويب، والناس تيقوا بان هاد الفيديوهات حقيقيين رغم انهم كامل مفبرك. واصل الهدف ديالهم هو ان هاد الفيديوهات يمشيو فيرال ويبانوا على انهم حقيقيين. نبداو بواحد الراجل الاسترالي اللي كان غادي بالطوموبيل ديالو في الصحراء، والسيد تحمس بواحد الطريقه اللي ماشي طبيعيه وبقى تابع الاعصار الرملي. دابا ما فهمتش انت شتي اعصار تبقى تابعو، خصك تهرب شي طريق معاكس، ماشي في نفس الطريق، فهمتي؟ ولكن حيت انت داير هاد الفيديو مفبرك ماشي مشكل، ندوز دوالك اسيدي دوز. ما حبستش هنا، خونا هبط من الطوموبيل ومشى قرب من الاعصار وبدا كيتصور معاه بسيلفي وتيغوت وفرح. من بعد تحطت لا فيديو في يوتيوب وتشاف اكثر من 18 مليون مشاهده في وقت قياسي. انا كنخدم في هاد المونتاج والتصوير، مي جاني صعيب تعرف عاد انسان عادي اللي ما عندوش علاقه كاع بهادشي ديال لي سبيسيو افتر افكت راه غيتيق 100%. وانا كتصيفط لي الوداد في الواتساب قرعد لما توصل لي، طلق لي هذيك الاغنيه وكدير في حالك. قالت لي قرعد لما توصل لي، فكيف الانسان لا يصلي؟ ولا واحد الفيديو واحد خونا تيكون غادي وكيتخشف واحد الحفره الغاز، لا حول ولا قوه الا بالله، هو فيديو باين الحاجه الله يديك. المهم من بعد بان هاد لا فيديو غير ممثل، وداك الاعصار دار غير بلي لوجيسيال، واصلا هاد لا فيديو صوروه غير باش يديروا واحد لا بيبيسيتي لواحد الفيلم اللي سميتو انتو ذا ستورم بطريقه غير مباشره، يعني اتيق ان داك الفيديو حقيقي غيمشي فيرال ابخي يقول لك راه دار بيبيسيتي لواحد الفيلم اجي تفرج فيه. وهذا الفيلم حتى هو دار بوم، اللي تيكونوا ناس هاربين من اعصار تبقى تهرب من مدينه لمدينه وكتقول بلي غيضرب انا اعصار وكيضرب وكيدخلوا يتخباو تحت القابو. المهم حتى هو فيلم واعر. الفيديو اللي من بعد حاولوا يبينوه بحال لانه مسرب. في الفيديو كتبان واحد المراه اللي هازه سنايبر ومعها واحد الراجل واقفين مورا الاسد، زعما راه هما اللي صيدوه. واخا واخا انتوما اللي صيدتوا الاسد. ومن بعد الراجل تيقرب من الكاميرا وتيخطي النص اليمني من الفيديو. لا بغى يوقف مسكين باش يشوف التصاورات واش زوينين ولا خايبين، اما ما نشكوش لا مش لا ماشي ما قدوش يحطوا الاسد نيشان يجي كيجري، بغاو يخبيوه باش يفاجئنا. بالكم فاش تضحكوا ما تبقاوش تضحكوا، حشومه تبقاو تضحكوا على الناس. ولاحظوا معايا مزيان هذه اللقطه، من بعد المراه بحال اللي تخلعات من شي حاجه ووقفات، ولكن دابا الاسد جاي من اللور، ولكن لي زوموسيون ديال وجهها سبقوها، فهمتي؟ قبل هي كتشوف نيشان في الاسد هذاك راه قاتله، يعني راه ميت، شفت فيه وتخلعات فيه. شنو اختي واش اسد مرايا؟ اه شويه اللوجيك ديري ها ماشي انت باقي ما شتيش اللور. ومن بعد الراجل شاف وراه وبان ليه واحد الاسد واحد اخر جاي يهاجم عليهم. ابخي كتبقى تسمع التيرات ديال السنايبر والهوبات. زعما راه كيتيروا وكيعضوا من الاسد ولا ما عرفت شنو واقع تما. بينوا لينا نشوفوا، دوروا كاميرا. ما قديتوش هذوكم لي زيفي صعاب، العضان وكذا صعاب، راه ساهلين في هذه الوقيته، كلشي ساهل زعما. ومن بعد كيبان لك الاسد رجع، يعني الاسد كلاهم، ديك الطلقات مشاو في الفراغ ولا الاسد اللي كان كيتيري فيهم. لا فيديو نجحت بزاف لدرجه وصلت لاكثر من 17 مليون مشاهده في يوتيوب. واخا ما خرج حتى شي واحد وقال بلي هذا لا فيديو مفبرك مي راه باينه من الطياره، قولوا لي في التعاليق اش بان لكم، واش هذا الفيديو بصح ولا بالعاني. غير ما تنساوش ذاك الراجل اللي غطى لي من الكاميرا وذاك المراه اللي تخلعات قبل الوقت. الفيديو اللي من بعد واحد المعزه كتبان بحال اللي كتغرق في واحد البحيره، ابخي كيبان لك واحد الخنزير جاي في الاتجاه ديالها وبحال اللي باغي ينقذها. واخا انا كيبان لي في الفيديو الخنزير غير دايز مسكين شاف الطريق ديالو للضفه الاخرى. المهم هاد الفيديو شافوه الناس بحال محاوله انقاذ وتبارطاجا بواحد الطريقه اللي خرافيه بزاف. الفيديو من بعد تكشفت باللي راه غير تابع لواحد المسلسل كوميدي، وايضا تسويق لديك المزرعه اللي صوروا فيها. البلان اللي جاني ذكي ديال المخرج هو انه يصور فيديو بديك الطريقه ويحطو على انه حقيقي ويمشي فيرال، غيخلي الناس اوتوماتيكمون تبغي تجي تشوف ديك البلاصه وديك المزرعه اللي طرا فيها ديك الواقعه. معروف هذا القضية. المخرج نجح وصل الفيديو اكثر من 10 مليون مشاهدة، وديك المزرعة جاو ليها بزاف 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 ديال الناس بسبب داك الفيديو اللي شاف. ندوزو الفيديو اللي من بعد. فهاد الفيديو كيبان بزاف ديال الافارقة جالسين كيلعبوا مع واحد القرد، وفي وسط من اللعب عطى واحد منهم سلاح للقرد. المهم كاملين جالسين كيضحكوا على القرد هو شاد السلاح، حتى بدا القرد كيشير في القرطاس عا كيتيري ما عارفش فين، طق 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 فين ما جات. المشكلة بزاف ديال الناس تيقوا هاد الفيديو باللي حقيقي، واخا الاسم ديال الشركة ديال الأفلام مكتوبة لتحت. المهم هاد الفيديو كانت بيبليسيتي للفيلم رايز اوف ذا بلانيت اللي
لقى اقبال كبير ووصل هاد لا فيديو ل 38 مليون مشاهده في يوتيوب قبل ما يخرج الفيلم. الوغ راه بيب حمقه، بيب حمقه. الناس كيفاش كيفكروا؟ انا تنتسطع على الافكار ديال المخرجين بهذه الطريقه. خرجوا فيلم واخا داروا السميه لتحت، ولكن داك ان الفيديو تعتبر انه حقيقي سبب على انه يدير بيب كبيره للفيلم، واللي غيمشيو بزاف الناس غيتفرجوا فيه. هاد الفيديو اللي غنشوفو بالضبط دابا صعيب انك تقول هاد الفيديو مفبرك ولا ماشي حقيقي. ما يمكنش مصوب بواحد الاحترافيه اللي الناس ديال 3D والمونتاج والافتر افكت ما غيعيقوا بوالو. فهاد الفيديو كيبان لنا واحد السيد جالس يصور واحد النسر اللي كيدور فوق ديك الجرده اللي جالسين فيها هما. شويه كيبان لك النسر هابط جهه واحد الدري صغير، النسر هجم على الدري الصغير وهزو واحد المسافه صغيره وطلقوا. وهاد اللعيبه هادي زاد تبرهنات على ان الفيديو حقيقي، يعني بينوا لك على ان النسر ما قدرش يهزو بزاف. كون بينوا هزو طار بهم شي بعيد ما كنتيش غتيق، ولكن هاد الطريقه زاد تبرهنات على ان الفيديو حقيقي 100%. ومن بعد هاد لا فيديو تشار في العالم كامل وكاع الميديا كتهضر عليه، حتى واحد ما خرج بان لا فيديو راه مفبرك. وتشاف اكثر من 45 مليون مشاهده غير في يوتيوب، يعني هدا عليا ما حسبناش الناس اللي كيبارطاجيو فيسبوك واللي كيعاودوا يبيبليوه في يوتيوب، يعني راه انتشر بواحد الطريقه اللي ما يمكنش وكلشي متيق على انه حقيقي. ومن بعد خرجوا الدراري اللي صوروا هاد لا فيديو وقال لك ديك لا فيديو غير مفبرك، وهما اصلا هاد لا فيديو صوبوه لواحد البروجي دو فان فورماسيون ديال واحد الماتيير 3D ولا شي حاجه بحال هكا دافتر افكت. وهاد لا فيديو دابا اللي غنشوفوا راه خارج في هاد الوقيته نيت في هاد الشهر ودير بوم في العالم، ديال واحد الشاب اسباني قال لك اسيدي فاق في السبيطار لقى راسو في 2027 وبوحدو كاين في هاد العالم، ما بقى حتى شي واحد كاين. بوحدك فقتي لقيتي راسك في 2027 وما كاين حتى شي واحد. ابخي الناس اللي متبعينو في تيك توك ما تيقوش، ولاو كيصيفطوا له البلايص اللي ما يمكنش يمشيو يلقاهم خاويين ولا اللي يمكن يدخل لهم هكاك، بحال شي بلايص ديال الحكومه، بحال ريستورون. ريستورون كيدير اخوه ما يمكنش يكون خاوي، بحال بلايص سياحيه يعني اللي ما يمكنش تكون خاويه، ما يمكنش في وسط النهار تكون خاويه، يعني بزاف ديال البلايص كيمشي لهم وكيصور وما كيكون حتى شي واحد. ومن بعد تبين باللي ايكيب كبيره اللي واقفه على ديك الفيديوهات اللي كيحط في التيك توك، وباللي اصلا هذا الشيء كامل كان بيبليسيتي لواحد الفيلم غادي يخرج ديال واحد الانسان كيكون في السبيطار ابخي كيفيق في 2027 تيلقى راسو بوحدو في العالم، يعني طريقه بيبليسيتي يعني راه ما يمكنش بزاف. انا دابا متشوق انني نشوف الفيلم. المهم شكرا بزاف لكم، وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساوش اللايك، ابوني، شجعونا بالتعاليق ديالكم، بالبارطاج، باش ندير لكم فيديوهات بزاف ان شاء الله وكثر وكثر، والنيفو تيطلع بشويه بشويه، تيطلع تنوصلوا ان شاء الله للعالميه، علاش لا، واي نوت ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، تهلاو.